يلا تعالي يا نموره، سويتلكم اكل كلش هوايه. يا سوني كلش فرحانه اني قدرت اشتري هذه النموره، حتى راح تني بيها من راح تكبر راح اقدر احقق اللي اني اريده. يلا تعالوا يا نموره استعجلوا، بس راح اخذكم البيت واعتني بيكم. يلا تعالوا. يا سوني قعدت من الصبح حتى انا اليوم كلش فرحان. البارحة بالاسواق اللي جيجي انت تريد تعال اشتغل وياي حتى راح ينطيني راتب بوم. حتى انا فرحان، بس لازم احضر نفسي، بس وصلني ما عندي اي شيء. يلا يا جيجي خرج على السريع وروح للاسواق حتى راح يصير عندي راتب وراح اقدر اغير البيت مالتي واسوي بيت من الخشب. هسه لازم اركض على السريع ورا اروح للاسواق، بس والله يمكن اني تاخرت. يا صحيح اني تاخرت، لازم اركض على السريع. يلا خل استعجل. يلا تعال يا نموره. يلا تعالوا. هاي شنو؟ والله هاي نموره احسن حل اهرب. هاي هاي ايش قاعد تسوين؟ شنو ايش فيك يا جيجي؟ شوف اسمعني، انا اشتريت هذه النموره حتى اسوي حديقه حيوانات. شنو حديقه حيوانات؟ واكو حديقه حيوانات بس نموره المفروض يكون كل انواع الحيوانات. وانت مالك علاقه، يلا روح ابتعد عن طريقي. يلا تعال يا نموره، حتى جبت لكم اكل كل شويه. يلا تعالوا. شنو؟ والله هاي نموره كل شويه، واذا كبرت هاي يمكن راح تاكل كل سكان القريه. لا انا مستحيل اسكت، لازم اخبر مسؤول القريه بهذا الشيء حتى يمنع هاي النموره. يلا خل ادق الباب. افتحوا الباب افتحوا الباب افتحوا الباب افتحوا الباب. وانا قاعد ادق الباب وما حد خرج. نعم انا جيت. نعم يا ابني تفضل، شو تريد؟ مرحبا يا مسؤول القريه، انت ما تعرف اني شفت هسه قبل شويه هاي رانيا الغنيه مشتريه نموره كلش هوايه حتى صغار، وذولا اذا كبروا راح ياكلون سكان القريه. شنو؟ لا اسمعني، اصلا هي رانيا خبرتني بهذا الشيء وقالت اريد اسوي حديقه حيوانات. شنو حديقه حيوانات؟ بس اول مره اشوف حديقه حيوانات بس نمر، المفروض تكون كل انواع الحيوانات. ويا جيجي شوف اسمعني، اصلا رانيا هي غنيه وتعرف ايش قاعده تسوي. يا مسؤول القريه، انت ما تحفظني من النمر اذا جاع يمكن يجي عليه بالليل وياكلني انا ونايم. ويا جيجي ابد لا تخاف انت، هي اصلا راح تنطيهم اكل كل شويه. ويلا انت لا تلهيني خل اروح البيت. يلا خل ادخل. شنو؟ والله هذا مسؤول القريه كلش مزعج حتى ما يصدقني. سواني شو اسوي يا جيجي؟ حتى اني تاخرت على الشغل مالتي، لازم اركض على السريع واروح على الشغل. يلا خل اركض. يس انا وصلت للمحل وهسه انا بديت ابيع حتى راح يصير عندي راتب واني فرحان. هاي من وجهتي. يس انا جيت. شوف اسمع جيجي، تعرف انه انا عندي نموره كل شويه وكل جوعانين، واجي تاخذ لهم بعد لحم. كل زين اكل لحم. اي واذا انت ظلين تاخذين لحم راح يخلص كل اللحم بالقريه. شو انت ما تعطيني لحم؟ شوف اسمعني، اذا يوم قررت من الايام انه ما تبي لي لحم، انت شو راح اسوي بيك؟ راح اجيب النمور اللي عندي واخليهم يتخلصون منك. شنو؟ لا مستحيل. شوف اسمعيني، انت لا تخوفيني بهالنمور اللي عندك، ثاني شلون عرفت ايش قاعد تخططين؟ انت حتى ما راح تسوين حديقه حيوانات، انت عندك خطط شريره، انا عرفت ايش تفكرين. كل زين، انت كشفت فكرتي، بس يلا اوكي ماكو مشكله، حتى تخبر كل الناس، اصلا ما حد ما راح يصدق بيك. بس أنا صحيح قررت إنه من بعد بتكبر هذه النمورة خليهم يسيطرون على كل سكان القرية، وأي شخص ما ينفذ أوامري راح أقضي عليه. شنو؟ والله يا البنت كل الشريرة تريد تخلي النمورة تسيطر على القرية بيهم، وأنا شو راح أسوي يا جيجي؟ شوف اسمعني، هذا حساب اللحم مالتك، يلا تفضل. ايش قد تقريبا؟ اوكي راح اخذ هذا والبقية ما راح اعطيك اياه، يلا خل اروح. شنو؟ اي هذا النقص لازم تعطيني بعد. والله هاي البنت كلش شريرة، حتى انا اخاف منها لان عندها نمورة كلش هواية. بس انت يا جيجي معقول هيك تظل؟ ما تقدر تدافع عن نفسك، انت لازم تفكر. بس شو اسوي اني؟ معقول اني ما اجيب هيك حيوانات؟ بس ها؟ اني جتي فكرة ببالي، احسن حل اروح بالغابة وابحث، احتمال اعثر على حيوان مفترس وهم اربيه. حتى اذا كبروا ذول النمورة اقدر اواجههم. يلا يا جيجي هذا الوقت المناسب، وصل هسه ما حد ما قاعد يشتري، لعد يلا خل اسد المحل واروح ابحث بالغابه. يلا خل اركض. يا
هالسنة شقد مشيت حتى أنا وصلت للغابة، وبس أعبر هذا النهر أنا أعرف إن حيوانات مفترسة عايشة بهاي الأماكن، وإذا عثرت على حيوان أربي حتى يدافع عني من ذول النمور الأشرار. يلا يا جيجي قفز على السريع، يلا خل أسبح، لازم أعبر على الجهة الثانية وأبحث عن الحيوانات. بس ولو هي الغابة كبيرة، ساشين الخنزير، وانت شو أسوي بيك أصلا؟ انت حتى ما تفيد ولا تدافع عني، يلا ابتعد منا. والله خنزير مقرف، بس وساني شو أسوي آني؟ بس صحيح ذكرت أنا قبل كنت دائما من أجي ألعب بالغابة كنت أسمع أنه أصوات غريبة تجي من هذا الجبل، معقول يكون بحيوانات مفترسة؟ احتمال أعثر على حيوان وأقدر أربيه ويدافع عني. يلا يا جيجي اركض على السريع، بس مين راح أصعد هذا الجبل؟ والله هذا الجبل كلش عالي. بس أوكي أنا ماكو كيف، ولا لأني محتاج الكيف، أنا لازم أتسلق وأصعد هذا الجبل. يلا يا جيجي أصعد، بس لازم أسأل، هي أكو حد هنا؟ والله احتمال يطلع لي أسد عملاق وياكلني، أنا دائما أسمع أن أنا زير الأسد. بس هي السمكة حتسمع أي شي، احتمال ماكو أي شي هنا. أنا ابحث عن أسد صغير، هي أكو شي هنا؟ وهذا الكهف فارغ، بس وين راح أروح؟ والله هذا المكان أنا كل ما أدخل هيج أماكن يصير المكان كلش خطر. بس يا جيجي أنت بدلا تخاف، احتمال يكون هنا. شي قاعد أسمع؟ والله قاعد يجي صوت من هذا المكان، أنا قاعد أسمع شي قاعد يجي. يلا يا جيجي، واو شنو هذا؟ هذا أسد صغير بوم. يعني إذا هذا الأسد أخذته، بس لازم أتأكد، احتمال يكون أبو موجود هنا وياكلني. إيه صحيح ماكو أي شي هنا، هذا الأسد بوحده موجود بوم. يلا يا جيجي اسمعني أنت يا أسد، إذا تريد تعال وياي وأنا راح أعتني بيك. هذا الأسد كان بوحده يمكن يفهمني، يلا تعال تعال يا أسد. اوكي خل اشوف، بس احتمال ما راح يتبعني. واو هذا الاسد بدا يجي وراي بوم. يلا تعال تعال، احنا لازم نهرب على السرعه قبل ما يجي ابوك وياكلني. يلا خلنا نركض على السرعه نرجع للقريه، يلا تعال بوم. اسمعني انت يا اسد، هسه انا جبتك بهذا المكان ووعدك انه انا راح اعتني بيك، حتى راح انطيك اكل، بس المهم انه من تكبر تحميني من ذول النموره. مستحيل، شنو قاعد اشوف؟ هذا اسد. اي انت اللي جيتينا، يلا ابتعدي ابتعدي عن المكان مالتي. بس صحيح، يمكن انت شفتني وهمرتي صار عندك حيوانات، بس شنو هذا الاسد؟ أصل لو جيب علي كل النمور اللي عندي أكيد راح يقضون علي. شنو؟ يسمعيني، أصل هذا الأسد أقوى حيوان بالغابة، وإذا شاف النمورة مالتك أكيد راح يقضي عليهم. يقضي عليهم؟ أصل مو بس أسد واحد، وأنا عندي نمورة كل شوية، مستحيل راح يقدر يتغلب عليهم، مستحيل. شنو؟ والله البنت قاعد تزعجني، بس أنا ما علي بيها، يعني أعرف أن الأسد أقوى حيوان بالغابة وهو ملك الغابة، وإذا كبروا ذول النمورة أكيد مالتي الأسد هم راح يكبر وراح يقدر يدافع عني. يلا يا جيجي جي وقت أنه تروح للشغل، يلا خلو روح. ياساني صار لي سنة أنتظر وأخيرا كبرت النمور اللي عندي، حتى راح أقدر أحقق الحلم اللي أنا كنت أحلم بيه. وأخيرا راح أروح القرية وراح أروح لسكان القرية وأجمع منهم دايموند. اي شخص بيحاول ينطيني دايموند انا راح اقضي عليه بالنمور اللي عندي. بس لازم اروح اخذه مع السريع وبعدها اطلع واروح على سكان القريه. يلا خل اروح. يلا يا جيجي اقعد، هسه صار الصبح، هسه لازم اروح للمحل مالتي حتى اشتغل. بس ايش قاعد اسمع؟ قاعد اسمع صوت نموره مفترسه. بس همين قاعد يجي هذا الصوت؟ والله موجود بالمنطقة مالتنا. يلا خل افتح الباب. مستحيل، هاي النمورة، هاي ايروني تعاي. وانت شتدي يا مزعج، شو تريدي؟ هاي تشي مسوية، رجع النمورة مالتك للقفص، اذا ظلون هنا راح ياكلون الناس. صحيح، انت ما تعرف أنا النمورة مالتي كبرى، وجي الوقت لنفذ الخطة مالتي، حتى أنا قررت راح أصير مسؤولة القرية، حتى راح
راح نفذ قرارات كل شوية وأبو القرن راح أطردك من القرية. شنو؟ ليش تطرديني من القرية؟ شوف اسمعيني، أصلا أنا عندي أسد ومستحيل أسمح لهاي النمورة إنه تطردي من القرية. شنو تتوقع الأسد؟ هذا مالتك راح يقدر يواجه النمورة اللي عندي. أنت ما تعرف أنا دربت هذه النمورة وخلت الصمة توحشة، وإذا ما هربت خلال 5 دقائق أنا راح أقضي عليك. يلا راح أقعد وأحسب، 1 2. شنو؟ والله مستحيل. هيا أسد، أنا كلش أخاف عليك، إذا قاتلت هاي النمورة أعدادهم كل شوية أكيد راح يقضون عليك، فأحسن حل إن نهرب من القرية، لازم نشوف لنا مكان. يلا تعال يا أسد على السريع، يلا تعال. يلا تعال يا أسد، احنا واخيرا ابتعدنا عن هاي القرية وابتعدنا عن رانيا الشريرة، لان عندها نمور كل شوية وتريد قاتل الأسد، بس انا مستحيل اقبل على هذا الشيء، لان اكيد ذولا عددهم هواية وراح ينتصرون عليه. يلا تعال يا أسد، احنا احسن حل نروح نشوف لنا قرية ثانية حتى نعيش بيها، بعد مستحيل ارجع لهاي القرية. يلا تعال تعال، هنا اكو بيوت حتى نام نقدر نعيش، شو رايك اذا بنينا بيت هنا حتى نعيش بهاي الغابه، حتى هاي الغابه مبين كلش حلوه. يلا تعال على السريع، يلا استعجل يا اسد. اوكي هنا اكو بيت. ايش قاعد اشوف؟ والله هذا الارنب عملاق، بس شلون يصير هذا الشيء؟ هذا ارنب كلش كبير. معقول يكون هذا طبيعي؟ اي والله هذا قاعد يتحرك، أنا توقعت يكون هذا التمثال. والله هذا الأرنب عملاق، يمكن حتى أكبر من الأسد، يقدر يقضي على الأسد. بس شو صار هذا الشيء؟ بس هناك موجود بيت، معقول يكون هذا الأرنب مالتهم؟ يلا تعال يا أسد خلي دق الباب، هيا افتحوا الباب افتحوا الباب. يا ساني جيت، نعم يا ابني تفضل. مرحبا يا عمو، تعال تعال انت لا تخاف، هذا الأسد مالتي مو متوحش وما راح ياكلك. عبالي متوحش. نعم يا ابني تفضل، شو تريد؟ اسمعني عمو، هذا الارنب مالتك مو صحيح. نعم هذا الارنب مالتي، بس هذا حجمه كلش كبير، معقول يكون هذا الارنب نادر؟ هذا كلش عملاق. لا لا اسمعني يا ابني، اصلا انا مخترع وعايش بهذا المكان وعندي باشنات، اذا انطيه للحيوان يصير عملاق حتى يصير كلش قوي. شنو؟ هذا شيء اسطوري، اذا عندك هذا البوشن اقدر انطي للاسد مالتي حتى يصير عملاق ويقضي على كل النموره. شنو؟ لا 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 مستحيل مستحيل انطي بوشن هذا الاسد، لان احتمال يكون هذا متوحش ويقضي على كل البشر. لا 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 ثق يا عمو، هذا انا مربي من هو صغير، بس اللي صار ما تعرف صار بالقريه، اكو هاي البنت رانيا الشريره عندها نمور كل شويه واستولت على القريه، حتى راح تسرق الاغنياء وراح تاخذ الداموت مالتهم، بس اذا انت ساعدتني وانطيتني البوشن هذا الاسد عملاق راح يصير، حتى راح يقضي على كل النمور الاشرار. شنو؟ انت متاكد يا ابني؟ اي طبعا اني متاكد. لا تشوف اسمعني، انا عندي بس بوشن واحد راح اجيب لك اياه على السريع، يلا خلني اروح. يس انا قعدت من الصبح وهسه لازم اروح للشركه مالتي، لان انا كلش غني وعندي شركه عملاقه. افتح الباب. هاي ما اعرف منو اجى، يلا خلني افتح الباب. رانيا اللي جايب النموره مالتك، هاي حيوانات مفترسه. اسمعني انا اصلا من هاللحظه راح اصير مسؤولة القريه، تعرف انه انا عندي نموره كلش اقوية حتى متوحشه، واي شخص يخالف اوامري راح اقضي عليه. شنو؟ بس رانيا انت شو تريدين من عندي؟ انا اصلا ما مسوي اي شيء. اسمعني اصلا انت كلش غني وعندك دامت كلش هوايه، ولدك تعطيني ايش قد تعطيني؟ انطيني 50 دايموند. 50 دايموند؟ اي طبعا. بس ليش قاعد انطيش 50 دايموند؟ شنو يعني انت ما راح تعطيني 50 دايموند؟ اذا انطيتني هذا ال 50 دايموند راح اخلي هذا النمور تاكلك. شنو؟ لا 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 كل شو لهاي النمور، يلا ما يخالف ما يخالف، انا راح انطيش 50 دايموند. شوف رانيا هاي 64 وانطيني الباقي. شنو 64 وانطيك الباقي؟ شنو؟ اصلا انت ما تحتاج، اصلا انت كلش غني ما تحتاج حتى الباقي. يلا تعال يا نموره لازم نروح لبقيه البيوت. شنو؟ لا 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 مستحيل، هاي رانيا كلش شريره حتى راح تاخذ كل الدامود من الناس، بس انا ما اقدر اسوي شيء، يعني عندها نمور مفترسه وانا ما اقدر اقاومهم، ولهذا احسن حل اروح للشغل مالتي. يلا خلني اروح.
ياساني جيت من الصبح وفتحت المطعم مالتي حتى أنا حضرت كل الطعام وراح يبدون يجون الناس. تعال يا نمور يلا تعالوا. رانيا انتي وين جاية؟ لا ممنوع يدخل النمور لهذا المطعم، بس البشر هاي مو للنمور. أنا قصدك راح تمنعني. شوف اسمعني، انت ما تعرف انه أنا صرت مسؤولة القرية، واني اي شخص راح يضوجني راح اقضى عليه. شنو بس رانيا، واذا صرتي مسؤولة القرية يعني شو تريدين مني؟ اسمعني هسه راح اقعد هنا وانتظر، ودك تعطيني كل الدايموند اللي عندك، اريدك تعطيني 60 دايموند. يلا طلع على السريع. 60 دايموند؟ بس انا بعدني ما مشتغل، حتى دايموند ما عندي. شنو يعني انت ما راح تعطيني دايموند؟ شوف اسمع رانيا، انا بعدني ما عندي دايموند، فان شاء الله مستحيل انطيك دايموند. انت ما تعرف ايش راح يصير بيك. شنو انت وقت النمر اللي تقضى عليك اقضى عليك. شنو لا يا ابني ياسان، انطيتك هذا البوشن وتقدر تستخدمه. يلا اوكي يا الاسد، يلا يا اسد اخذ هذا البوشن. واه شلون صار الاسد باب؟ هذا صحيح الاسد صار عملاق، بس انا متاكد صار كلش قوي وراح يقدر يدافع عني وعن القريه ويقاتل هاي النمور الاشرار باب. ايدي الباك يا اسد، والله راد ياكلني حتى حلقة صار عملاق. انا كلش اشكرك ين انت ساعدتني. يلا ابني هسه تقدر تروح وتدافع عن القرية مالتك. يواو يلا تعال يا اسد، انا قاعد انتظر. فهو اخيرا راح اروح ادافع عن القرية. يا اسد هسه احنا وصلنا للقرية، يلا تعال تعال على السريع، احنا لازم نقاتل هاي الشريرة. شنو لا مستحيل، هاي الشريرة ما عارف ايش قاعد تسوي. يس انا قضيت على صاحب المطعم واخذت منه كل الدايموند. شنو يسمعين انت يا شريرة؟ شوف اسمعيني، انا هذا الاسد مالتي صار عملاق وجي الوقت اني قاتل النمورة وراح ينتصر عليهم. بس هذا شلون صار هذا الشيء وشلون قدر يصير عملاق؟ اي طبعا يلا يا نمور هاجمو يلا قاتلهم. والله الاسد مالتي عملاق، يلا انتصر عليهم. لا مستحيل، يلا هاجمو يا نمور يلا هاجمو. يا اسد واو قدر ينتصر على النمور. شي لازم اصح كل النمور اللي عندي وكده حتخلصوا من هذا اسدك المقرف. يلا خل اروح. شنو هي اسمعني يا اسد، هاي راح اجيب كل النمور اللي عنده واحنا مستحيل نقدر لهم، احسن حل نرجع لهذا صاحب البوشن على السريع. يلا تعال. يس انا جيت لهذا الشخص من جديد وساعدني وطاني بوشن ثاني، قال لي هالمرة الاسد مالتك راح يصير عملاق وبعد ماكو اي نمر يقدر يتغلب عليه. يلا يا اسد يلا اخذ هذا البوشن. واه صار هذا الاسد مالتي صار بعد اكبر باب. هسه انا متاكد لو رانيا تجيب كل النمور مالته مستحيل راح يقدرون لهذا الاسد لان صار كلش عملاق. يلا يا اسد هسه جتي مهمتك انه تدافع عن القريه ونتخلص من رانيا ومن النمور مالته الاشرار. يلا تعال على السريع. لا مستحيل، شلون هذا جيجي المزعج يصير عنده اسد عملاق؟ بس حتى هو كلش قوي هذا الاسد وقدر يقاتل النمورة مالتي، بس هو جبت اعداد اكثر واكيد راح يقاتلوا هذا الاسد وراح يتخلصون منه. بس معقول جيجي راح يقدر يتغلب على كل النمور؟ لا مستحيل، اصل النمور متوحشة واكيد راح تقضى عليه. بس هو شفت راح من هذا الطريق. يلا تعال يا نمور لازم ننتظر هنا اكيد راح يرجع. يس انا رجعت للقرية من جديد بس من بعد ما صار الاسد مالتي عملاق. يلا يا اسد هسه جتي المهمة مالتنا ان ننتصر على هاي النمور. يا رانيا شريرة هاي كم نمر صار عده؟ لا مستحيل، هاي اسمعيني انتي قاعد تشوفين الاسد مالتي صار كلش عملاق وراح يقضي عليهم. شنو شلون قاعد يصاد النمر الاسد عملاق؟ شوف اسمعني مستحيل يقدر يواجه النمر اللي عندي لان نمرتي كلش قوية. يلا هاجموا هاجموا يا اسد، يلا هسه اجى وقت القتال. اقضوا علي اقضوا علي وتخلصوا مني. شنو والله ذول عدادهم هواية بس
بس انت بطل قوي، يلا يا اسد انتصر عليهم. يلا يا نمر قاتل قاتل، يلا قاتلهم. ايوه والله يا محدود مويه، هيا اسد لا تهرب. هو بده يهرب. شنو؟ لا مستحيل هو يهرب، اصلا هو جنا حتى يقاتلهم. يلا قاتل قاتل، يلا يا نمر قتلهم. صحيح هاي الاسد مالتي بده ينتصر عليهم. يلا تعال يا اسد، هي اسمعيني انت يا شريره، اجي الوقت اني اتخلص منك. يلا تعال يا اسد اتخلص من هاي الشريره. يلا خليه اهرب على السريع، يلا خليه اهرب. يا يربط الشريره، بس انا مستحيل اسكت، هيا اكو واحد نمر بالقريه، وانا لازم اخذ الاسد مالتي حتى يتغلب عليهم. يلا تعال يا اسد. يس احنا قدرنا نتخلص من كل النمور، حتى هاي الشريرة هربت من القرية والقرية رجعت امان وكل الناس خرجوا. بوم. يلا تعال يا اسد، هيا اسمعوني يا ناس، انا قدرت اساعدكم وحررت القرية من النمور الاشرار، ولا تخافوا من هذا الاسد. يعفي عليك يا ابني جيجي، كل القرية قاعد تحكي بهذا الشي، يقول جيجي انت اسطوري وحررت القرية من النمور، حتى احنا كلش نشكرك، حتى كل سكان القرية اختاروك انت نصير مسؤول القرية. شنو؟ انا اصير مسؤول القرية؟ اي نعم يا جيجي، انت عندك اسد عملاق وانت تقدر تدافع عن القرية. واو انا كلش فرحان، يعني الناس سووني اني مسؤول القرية، وانا راح يصير عندي راتب، حتى راح اصير كلش غني. بوم. ولنا حبايبي وصلنا نهاية الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة، نلتقي فيديو جديد، مع السلامة.